الرئيس السيسي بقى نفسه استقبل النهارده زعيم الاغلبيه الالماني اللي هو فولكر كاودر، وهو زعيم الاغلبيه بالبرلمان الالماني البونستاج، واتكلموا طبعا في كل ما يجري في شؤون المنطقه. واحنا عارفين طبعا الرئيس هيكون عنده زياره قريبه ان شاء الله الى المانيا بناء على دعوه من انجيلا ميركل المستشاره الالمانيه. الرئيس السيسي يوجه بتمهيد الطرق المؤدية إلى المجتمعات العمرانية الجديدة، وده جزء من الأساسي في خطة الرئيس. إن هو كان حريص طول الوقت إنه المجتمعات العمرانية دي ما تتعملش كده في الصحراء وبعد كده لا فيها طرق ولا فيها مدارس ولا فيها مستشفيات ولا فيها معامل ولا فيها أي حاجة. فهو طول الوقت شغالين على فكرة إنه الحاجات دي تستكمل بنائها على نحو متكامل. طبعا على ذكر موضوع زياره الرئيس عبد الفتاح السيسي الى المانيا، احنا انا معايا على التليفون سعاده سفير محمد حجازي سافرنا في برلين. اهلا بيك سعاده سفير. الو الو سعاده الو سفير. اهلا بيك يا استاذ خالد. سعاده سفير ازاي حضرتك يا فندم؟ ازيك يا استاذ خالد؟ احنا بنتكلم عن زياره من زعيم الاغلبيه الالماني الى الرئيس عبد الفتاح السيسي، زياره تسبق الزياره المرتقبه للرئيس السيسي بناء على دعوه ميركل. لو تقول لنا اهميه الزيارتين، زياره زعيم الاغلبيه وزياره الرئيس الى المانيا. اسمح لي ابدا بزياره زعيم الاغلبيه فولكر كاودر، وهو بيزور مصر للمره الخامسه خلال الخمس سنين، يعني بمعدل مره كل عام. وهو تشرف بلقاء السيد الرئيس زي ما حضرتك تفضلت، في لقاء استغرق حوالي ساعتين كاملتين. والسيد فولكر كاودر هو رئيس الكتله البرلمانيه للاتحاد طبعا المسيحي الديمقراطي الحاكم اللي هو سي دي يو، اللي بترقصه المستشاره الالمانيه انجيلا ميركل. وهو بعد لقائه بالسيد الرئيس خالد اصدر بيان صحفي هنا في برلين أكد فيه على أن ألمانيا عليها أن تقوي شراكتها مع مصر خلال السنوات القادمة، وأكد فيه أن مصر هي محور استقرار الشرق الأوسط، وأن الوضع المضطرب في المنطقة يؤكد أن لألمانيا مصلحة قوية لإنجاح وتطوير علاقاتها مع مصر، وأن الكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي الديمقراطي الحاكم زي ما ذكرنا لها مصلحة أكيدة في تحقيق ذلك. وطبعا هو رأى في السيد الرئيس، وهو صديق له والتقى به من قبل مرتين، أن السيد الرئيس له سياسة ورؤية واضحة لكيفية تطوير مصر وتطوير المنطقة. أهمية الكلام ده في اللي جاي بقى. يعني احنا شفنا من ألمانيا عدد من المواقف، الحقيقة مرة موقف متردد، مرة بيسحبوا السياح من هنا، مرة يعني الدنيا بترجع كويس، مرة دعوة للرئيس. يعني إلى متى يمكن أن تستقر السياسة الألمانية تجاه مصر؟ شوف يا أستاذ خالد، اللي بيخلي سياسة أي دولة تستقر تجاهك هو مدى استقرار أوضاعك ذاتها، مدى امتلاكك لقيادة واضحة وصحيحة وصارمة تجاه أوضاع في المنطقة. بمعنى أن مصر منذ 30/6 وحتى الآن لدينا خريطة طريق واضحة، وده اللي قلناه للجانب الألماني وللعالم كله من اليوم الأول، هو أن لدينا خريطة طريق محددة الأهداف والمعالم السياسية ومرتبطة بنطاق زمني، لم يتغير حديثنا السياسي ودبلوماسيتنا الخارجية قيد أنملها. نحن على التزمنا بخريطة الطريق، وهنا تنشأ بقى يا أستاذ خالد المصداقية التي تولد تحول وتطور، أو تخلق تحول أو تطور في المواقف السياسية للدول الأخرى. فأيا كانت الملاحظات أو السلبيات التي تشوب أي علاقة، قدرتك على إزالتها، قدرتك على التفاعل مع الآخر. لكل الآن مدرك في ألمانيا وفي العالم كافة أن أمن واستقرار مصر هو ليس فقط أمن واستقرار للشرق الأوسط، ولكنه أيضا أمن واستقرار لأوروبا ذاتها. طيب الحمد لله. يعني رسالة الرئيس السيسي اللي قالها لهم قبل كده وصلت. طبعا طبعا، أنت بتوصل رسالتك بالمصداقية، بالقدرة على تحقيق أمنك واستقرارك، وقدرتك على تحقيق أمن واستقرار المنطقة، بتطلعك الجاد لمستقبل أفضل ليك ولغيرك. نعم. وكل من حولك. نعم. والعالم أجمع. بشكرك اللي شاهدناه. بشكرك شكرا جزيلا سعاده سفير محمد حجازي سفير مصر في برلين، وان شاء الله هيكون يعني الفتره الجايه في متابعات كبيره من خلاله لزياره الرئيس ان شاء الله لالمانيا.